بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا إليكم أعزائي الطلاب في درس جديد جدا رائع جدا ممتع ألا وهو كواشف الجسيمات ضديد المادة الجسيمات النموذج المعياري معكم الأستاذة العنود الهملان كان عندنا مهمة آدائية السؤال ما الهدف من استخدام المسارعات الخطية أحسنتم رائعين إذا كان الهدف لمسارعة البروتونات وكذلك الإلكترونات لماذا لا نستخدمها في النيترونات؟ رائعين جدا أحسنتم إذا لأن النيترون جسم متعادل تعلمنا سابقا وحدات بناء المادة قلنا أن المادة تنقسم إلى قسمين عندنا المسارع الخطي والسينكرترون وكذلك كواشف الجسيمات الأهداف التي سوف نسعى إلى تحقيقها في هذا الدرس بإذن الله تعالى واحد تبين طراق الكشف عن الإشعاع اثنين تصف النموذج المعياري للمدة وتفسر دور حاملات القوة الأهداف أو المفردات الكواركات والليبتونات النموذج المعياري حاملات القوة في البداية عندما تنتج الجسيمات لا بد من الكشف عن نتائج التصادم، إذا هناك جسيمات في هذا الكون لا نعلمها العديد منها، إذا لابد أن أكشفها، كيف أكشفها؟ إذا لابد أن أحدث تصادم فيما بينها، التصادم هذه تحتاج إلى ماذا؟ أي تصادم أكيد أن راح يكون في تفاعل، ممتاز، التفاعل لابد أن يكون مع مادة معينة بطريقة معينة بحيث نستطيع الإحساس بها بحواسنا المحدودة، فمثلا أي تصادم اذا تستطيع الحواس الادراك بهذا التصادم كذلك الجسيمات لا بد من معرفه كيف تنتج وكيف توجد في الطبيعة إذا لابد من حدوثها من تصادمات حتى نعرف ونشعر بها عندنا هنا فيه طرائق عديدة للكشف عن هذا الإشعاع الذي يحدث بعد التصادم فتعمل على مبدا الاستفاده من حقيقه ان التصادم الذرات مع الجسيمات ذات سرعه عاليه تعمل على تحرير الالكترونات من الذرات، فهنا عندنا مثلا مصدر جسيمات، هذا المصدر الجسيمات له ثلاثه طرق للكشف عن وجود الاشعاع ووجود هذه الجسيمات، ما هي هذه الطرق؟ اما بتألق الفوتون او عن طريق التأين او عن طريق فيلم الكاشف نبدأ نأخذ واحد واحد منها ونشرحه على حد سواء عندنا الفيلم الكاشف الفيلم الكاشف تذكرون اليورانيوم أول ما اصطدم فيه مادة مشعة وبالتالي أصبح أو جسيمات وبالتالي كون صفيحة ضبابية فوتوغرافية هذه الصفيحة الفوتوغرافية أتت على شكل ضباب إذا هذا الفيلم الكاشف استطعنا من خلاله الكشف عن وجود جسيمات. طيب نجي للثاني، التأين. كيف يكون التأين؟ طبعا التأين بواسطة أجهزة. الأجهزة هذه تعمل على تصادم الذرات مع بعضها البعض، وخاصة مع جسيمات، وتكون هذه الجسيمات سرعتها عالية جدا، مثل مين؟ مثل عندنا الألفا، مثل عندنا الالكترونات البروتونات كلها تعمل على تصادمها اذا تصادمت معها عملت على تاينها اذا تاينت هذه الجسيمات عملت على تحرير هذه الالكترونات اذا في هذه الحاله وفي هذه الاثناء اعرف ان التاين وضح لي وجود ذرات او وجود جسيمات نبغى نشوف ما معنى التالق الفوتون اللي هي الفقره الثالثه تالق الفوتون اي ان الفوتون يبدا يتالق اي يلمع وبالتالي مع بعض المواد التي تبعث فوتونات عند تعرضها لانواع معينه من الاشعاع، مثل عندك ماده فلوريه، هذه الماده الفلوريه لما تناظر فيها نتيجه التصادم بالتالي حدث هناك نقاط او مناطق بدات تتالق اي بدات تلمع، اي معناها ان هناك جسيمات موجوده بداخلها. خلاص يا ثالث؟ رائعين جدا، ممتاز. اذا هنا سوف نستخدم أول جهاز، هذا الجهاز يكشف عن الإشعاعات، ما هو هذا الجهاز الذي أمامك؟ هو عبارة عن عداد جايجر وهذا العالم اللي اكتشفه. طيب عداد جايجر ما وظيفته وكيف يستخدم؟ ومما يتكون؟ أول شيء يستخدم عداد جايجر للكشف عن الإشعاعات النووية والجسيمات عن طريق، أحسنتم عن طريق التأين، إذا اللي هو الطريقة الثانية الذرات الموجودة في اسطوانة العداد بواسطة الأجسام المشحونة أو أشعة الجامع، بمعنى الحين هذا تركيب اللي هو العداد الجايجر، هذا تركيبه هذا هو تركيب عداد الجايجر، يتكون عندنا من أسطوانة، الأسطوانة هذه تكون من نحاس بداخلها فراغات وأيضا يكون أحد القطبين متصل بالسلك والآخر يكون عبارة عن شبكة تكون شحنتها موجبة. طيب السلك هذا طبعا شحنته سالبة وهنا الشبكة هذه شحنتها موجبة تدخل فيها مين؟ أحسنتم يدخل فيها الذرات اللي نبغى نأينها. من يوجد بداخل الأنبوب؟ رائعين يوجد غاز نتيجة للتصادم ذرات مع ذرات الغاز. الجسيمات اللي انا ادخلتها مع ذرات الغاز راح تحدث تصادم واثناء التصادم راح يحدث هنا فرق القطبية بينهم، اذا راح تنطلق هذه الجسيمات إلى الأقطاب، إذا انطلقت إلى الأقطاب تكون عندنا سيل من الجسيمات وبالتالي نكشف عن وجود الالكترونات او وجود ان الذرات تاينت لماذا لان حدث هنا نبضه تغير المؤشر بدا ينبض اذا المؤشر الموجود هنا يعلمنا ان بداخل هذه الاسطوانه الان حدث ذرات تاين هذا منه هذا عداد جايجر اذا هنا يحتوي انبوب عداد جايجر على أسطوانة نحاسية. هذه شحنتها سالبة يوضع في مركز هذه الأسطوانة سلك موجب الشحنة وعند تطبيق فرق جهد يدخل جسيم مشحون أو حتى أشعة الجامة إلى الأنبوب فيؤين ذرات الغاز بين أسطوانة النحاس والسلك وحركة الجسيمات باتجاه الأقطاب تولد سيلا من الجسيمات المشحونة موصلة نبضة التيار خلال هذا الأنبوب وهذا ما ذكرنا إذا وضح بإيجاز مبدا عمل عداد جايجر عطني كلمتين باختصار احسنت رائع عزيزي الطالب اذا يعمل عداد جايجر على تأيين هذه الغازات الموجوده وين ممتاز بداخل انبوب جايجر ممتاز طيب نجي للكاشف الثاني من هو الكاشف الثاني الكاشف الثاني عندنا مسارات التكاثف مسارات التكاثف ما المقصود فيها هي عباره عن حجره هذه الحجره تكون مشبعة ببخار الماء. تخيل أنت داخل حجرة، وهذه الحجرة كلها بخار الماء أو بخار الإيثانول. إذا انتقلت الجسيمات المشحونة إذا دخلت هذه الحجرة تترك أثرًا من الأيونات في مسارها. إذا هنا راح تترك ماذا؟ تترك أثر، عشان كذا أعرف أن المادة الآن تأينت وبعدين يتكاثف البخار إذا تكاثف البخار هي أساس الغرفة كلها بخار ما وعندما تدخل هذه الجسيمات وتترك أثر تتكاثف هذه البخار على شكل قطرات صغيرة هذه القطرات الصغيرة هي من؟ هي الأيونات أحسنتم وهذه طبعا من أشهر مسارات التكاثف اللي هو غيمة ويلسون من اكتشفها؟ اكتشفها العالم ولسن لذلك سميت بغيمة ولسن لأنها كلها بخار الماء وهذا نموذج من مسارات التكاثف طيب نبغى نشوف مسارات التكاثف مرئية من قطرات أو الضباب يتكون أول شيء الكاشف ومسمى بحجرة الفقاعات عندنا أيضا غير غيمة ولسن عندنا حجرة الفقاعات من اسمها حجرة فقاعات، كيف؟ أن هذه الجسيمات سوف تعبر سائل، هذا السائل درجة حرارته مو غليان، لأ، فوق الغليان، إذا أعلى من درجة الغليان، إذا يكون عندنا فقاعات والجسيمات تمر من خلالها، طيب إذا مرت الجسيمات من خلالها وبالتالي تبدأ تتأين هذه الذرة أو هذه الجسيمات على شكل أيونات، يصبح عداد جايجر عملاق وتفصل الصفائح الكبيرة بواسطة فجوة صغيرة مملوءة بالغاز بضغط منخفض إذا راح تمر على ضغط منخفض حتى تبدأ تتكثف وبالتالي من اللي يكشف عنها؟ أحسنتم الذي يكشف عنها هو الحاسوب عن عن طريق التفريغ ويسجل موقعه والتحليل التالي أيضا عندنا يقدر يقيس طاقة الجسيمات كيف يقيسها باستخدام ماذا؟ ممتاز، إذًا باستخدام الكاشف التصادمي في مختبر فيرمي، تذكرون مختبر فيرمي وين أخذناه؟ ممتاز رائعين أخذناه في السنكرترون اللي قلنا أن مختبر فيرمي قريب من عند شيكاغو، إذًا هنا عندنا مختبر فيرمي أيضًا عنده كاشف، هذا الكاشف يكشف التصادمات وقد صمم لرصد ربع مليون تصادم للجسيمات في الثانية الواحدة. تخيلوا ثانية واحدة يكون فيها ربع مليون من التصادمات، لماذا؟ حتى يكون لنا صورة في الحاسوب، صورة حاسوبية، وبذلك خلصنا من من، خلصنا من كواشف الجسيمات، أخذنا فيها عداد جايجر، وأخذنا فيها مسار التكاثف، مسار التكاثف قلنا ثلاثة، قلنا اثنين، إما حجرة أو غيمة ويلسون وحجرة الفقاعات نجي الآن لضديد المادة من أسمع عزيز الطالب ما المقصود بضديد المادة؟ أحسنت رائع جدا أنت مبدع إذا ضديد المادة هو عبارة عن المادة وضديدها مثل مين؟ أعطوني مثل مين؟ أحسنتم مثل الإلكترون وأخذنا في الدرس السابق البوزترون هو نفس الإلكترون لكن شحنته معاكسة لشحنة الإلكترون إذا من اكتشفها؟ اكتشفها باول ديراك كيف في عام 1920 من الميلادي وجود ضديد للجسيم خاص بكل نوع من الجسيمات وبتسمعون أسماء عجيبة غريبة بس جدا ممتعة وجدا رائعة مثل الإلكترون الموجب اللي نسميه البوزوترون وبالتالي طيب إذا اصطدم الحين إحنا درسنا كله عن كواشف هذه الجسيمات طيب إذا اصطدم الجسيم مع ضديده ماذا يحدث اكيد ان الحياه كلها فيها عباره عن جسيمات وهذه الجسيمات موجود الجسيم وموجود الضديد ويتصادمون ممتازين يثني كل منهما الاخر فقط لا يخرج من التصادم هذه طاقه هائله ننظر الى الرسم المباشر عندنا اذا هنا عندنا هذا الالكترون هذا منه هذا الالكترون شحنته السالبة طيب والضديد منه ممتاز الضديد هو عبارة عن إلكترون شحنته موجبة ماذا حدث بينهم أحسنتم حدث بينهم نقطة التقاء ألا وهو التصادم ماذا أنتج من خلال التصادم أفنى كل واحد منهم الآخر أنتم في الرياضيات لما تأخذون موجب واحد وسالب واحد يعطيك كم أحسنت يعطيك صفر إذا نفس الشيء هنا في الفيزياء إذا راح يفني كل منهم الاخر فقط لا راح يخرج طاقة هائلة منه الإشعاع اللي عندنا طاقته هائلة أحسنتم رائعين إذا أشعة الجامعة إذا راح تخرج مع تصادم الجسيم وضديدة أي جسيم يصطدم مع ضديدة راح يفني كل منهم الآخر وبالتالي تخرج لنا طاقة من أشعة الجامعة عندنا تقويم مرحلي يقول لك صف ماذا يحدث عندما يصطدم الالكترون مع ضديده البوزترون رائع جدا احسنت ينفي كل منهما الاخر اذا واحد اثنين ينتج طاقة على شكل أشعة الجامع ممتاز رائعين طيب نبغى نشوف أيضا تقويم مرحلي يقول عندما يصطدم الإلكترون مع ضديده البوزترون ينتج واحد طاقه على شكل جاما او بروتونات او نيترونات او الكترونات عزيزي الطالب احسنت اذا طاقه على شكل جاما نجي للجسيمات ما المقصود بالجسيمات ممتاز طبعا انتم عارفين اساسا ان الذره مكونه من ماذا مكونه من نواه اذا هذه الذره اذا هنا توجد بداخلها النواه النواه ماذا يوجد بداخلها ممتاز يوجد نيترون متعادل ويوجد بروتون موجب فقط لا احسنتم اذا عندنا الكترونات خارج هذه النواه تدور في مسارات حره هل هذا اكتفوا فقط بوجود هذه الجسيمات لكل ذره ممتاز اذا هناك جسيمات لم تكتشف بعد إذا عندنا عملت الدراسات العميقة للإضمحلال الإشعاعي على تشويش هذه الصورة، أي صورة أن النواة يكون فيها بروتون موجب ونيترو متعادل تدور حولها أو محاطة بالإلكترونات السالبة. وبالتالي طيب عندنا جسيمات أخرى مثل من أحسنتم؟ مثل جسيمات ألفا وأشعة جاما التي تبعث من النواة المشعة طاقات أحادية، إذا هنا عندنا ألفا وجاما عندنا طاقتهم إحادية طيب وبيتا لا بيتا مختلفة بيتا لها طاقة على مدى واسع إذا هنا نبه هذا العالم بور إلى وجود قال في جسم آخر في جسم آخر يحمل جزء من الطاقة من هو هذا الجسم؟ قالوا يعني الجسم هذا هو عبارة عن نيوترينيو تذكرون معادلات البيتا معادلة البيتا اللي نوقف أو النيترون يُضاف له داخل ذرة، وهذه الذرة تنتج عنصر بالإضافة، العنصر هذا راح يتغير في عدد النيترونات، البروتونات، العدد الذري، إذًا كم يصبح العدد الذري؟ يزيد العدد الذري بمقدار الواحد فقط، لا، كان يعطينا أيضًا الكترون، وكان يعطينا جسيم، إذًا هذا الجسيم كنا نسميه. ممتازين كنا نسميه نيوترينيو عشان كذا هذا نبه بوجود بور الى هذه المعادله قال لا ترى فيه جسيم وهذا الجسيم عباره عن نيوترينيو وتراه متعادل الشحنه اذا كانت شحنته متعادله صفر صفر ومعناه أن انه ما في شحنه لا في شحنه بس زي زي مين زي النيترون وبالتالي قال النيترون معناه طبعا هي طبعا كلمه ايطاليه عباره عن جسيم صغير متعادل إلى هو من ضديد نيوترينيو ممتاز ويوجد جسيم آخر قال ترى مو بس هذا الجسم الموجود لا ترى في جسم آخر من هو الجسم الآخر الجسم الآخر اللي هو الميون طيب هذا ومنه بعد هذا نفس الإلكترون لكن ثقيل إذا هو إلكترون لكن الإلكترون ثقيل هذا منه هذا الجسيم الميون بعد كذا جاء عندنا العالم فيزيائي ياباني يوكاوا وقال وجود جسيم جديد يستطيع حمل القوة النووية خلال الفراغ عندنا جسم يقدر يحمل القوة النووية في وين في الفراغ تماما كما تحمل الفوتونات القوة الكهرومغناطيسية من هو هذا الجسم؟ إذا احنا راح نسأل يوكاوا ونقول له من هو هذا الجسم؟ قال ترى هذا الجسم اسمه البيون ممتاز، إذا هو البيون يحمل قوة نووية تعادل الفوتون في موجاته الكهرومغناطيسية، إذا هنا نتج عن التجارب التي أجريت على مسارعات الجسيم معرفة المزيد عن جسيمات أخرى وجديدة، فبعضها تكون ذات كتلة متوسطة، وبعضها يكون ذات كتلة أكبر من كتلة البروتون، وبعضها تحمل شحنة موجبة أو سالبة أو لا تحمل شحنة مو بمعناها لا تحمل شحنة أي أنها خالية من الشحنات لا ما عندنا جسيم خالي من الشحنات تكون متعادلة الشحنة وبعضها لها فترة حياة تكون حياتها عشرة والسالب ثلاثة وعشرين ثانية جزء مرة صغير يعني بسرعة توجد وبسرعة تفنى وبعضها لها فترة حياة غير محدودة إلى ما لا نهاية من عمرها ما ندري كم وهذا هو عباره عن الجسيمات اذا نجي للنموذج المعياري النموذج المعياري عباره عن علماء اعتقدوا وجود ثلاث عائلات قالوا في ثلاث عائلات من الجسيمات الاوليه طيب من هي هذه الجسيمات اول شيء صنفوها قالوا الكواركات نجي للكواركات عباره عن مين عباره عن بروتون ونيترون وبيونات. إذا هذه عائلة مين؟ هذه عائلة الكواركات. نجي للعائلة الثانية. العائلة الثانية سموها اللبتونات. اللبتونات هذه مكونة من ماذا؟ من الكترون ونيترونيات. نيوترونيات، خلاص؟ والعائلة الثالثة هي عبارة عن حاملات القوة. من هي حاملات القوة؟ اللي هي البوزونات. طيب نبغى نشوف كل عائلة ماذا تسمى طبعا هذا كله نسميه النموذج المعياري إذا هنا عندنا النموذج المعياري كما ذكرنا تتوزع فيه ثلاث مجموعات لاحظوا هذه وبنأخذها بالتفصيل في البروتونات والنيترونات إذا هنا عندك أول عائلة هي عائلة الكواركات جسيمات صغيرة تتكون بروتون ونيترون والبيونات طيب نبغى نشوف عائلة اللبتونات هي عبارة عن جسيمات أيضا صغيرة تكون الإلكترونات والنيترونات طيب من العائلة الثالثة هي البوزونات اللي ما نسميها حاملات القوة وبفسر لماذا سميت بحاملات القوة هي عبارة عن جسيمات تنقل أو تحمل القوة في المادة عشان كذا سميناها ماذا؟ أحسنتم حاملات القوة لأنها تنقل القوة أو حتى تحمل القوة في هذه المادة. طيب نجي للعائلة هذه وناخذها بالتفصيل. إذا كان عندك كوارك الكوارك العائلة الأولى اللي هي من هي؟ البروتون والنيترون والبيونات. طيب إذا كان عندي زوج يعني عندي المادة وعندي ضديد المادة. هنا يتغير المصطلح. إيش تسمى؟ تسمى ميزونا. مثل عندنا البيون البيون هو عباره عن كوارك وضديده اذا هنا تسمى الميزونه طيب نجي اذا كان ثلاث كواركات يعني ثلاثه من عائله الكوارك يتغير هنا المصطلح ايضا ماذا يسمى يسمى الجسيمات مثل البروتونات والنيترونات تسمى الباريونات هنا عندنا الباريونات من هي الباريونات اذا كانت ثلاث كواركات طيب اذا كان اربع كواركات إذا هنا إذا كانت أربع كواركات ومع ضديدها يتغير المصطلح ويسمى نبتة كوارك. خلاص؟ إذا إذا كان عندنا زوج وضديدة أو عندنا ثلاثة عوائم من الكوارك أو عندنا أربعة أزواج من الكوارك وضديدها نجي إذا كان طيب عندنا ستة. إذا كانت عندنا ستة من الكواركات وستة لبتونات. طبعا هذه تسمى مين؟ ما تسمى إلا حاملات القوى. اللي هي البوزونات لماذا سميت حاملات القوة؟ لأنها تحمل القوة في المادة أو تنقل القوة في المادة طيب نجي هنا التقويم مرحلي يقول لك أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات فراغ يقول لك فراغ تشكل المادة من اللي تشكل المادة؟ ها من هي؟ ممتازين الكواركات فقط لا واللبتونات أحسنتم بينما فراغ جسيمات تنقل القوة من هي اللي تنقل القوة أحسنتم رائعين حاملات القوة فمثلا فراغ القوة الكهرومغناطيسية من هي أحسنتم اللي هي عبارة عن الفوتونات أي كلمة فيها كهرومغناطيسية ذي عبارة عن جسيمات الفوتونات طيب تحمل فراغ القوة النووية القوية من هي اللي تحمل قوة نووية قوية؟ أحسنتم عندنا الجالونات الثمانية، وبشرحها بعد قليل. طيب الجالونات الثمانية تحمل قوة، عفوا، تحمل قوة قوية تربط فراغ، في فراغ، إذا هي تربط بين اثنين منهم. أحسنتم تربط بين الكواركات في الباريونات والميزونات، رائعين. أما من هي الضعيفة أحسنتم جالونات البوزونات الثلاثة هي عبارة عن ضعيفة فهي متضمنة في ماذا؟ رائعين أحسنتم في إشعاع بيتا طيب إذا كانت متضمنة في إشعاع بيتا فراغ اسم يطلق على فراغ الذي لم يكتشف حتى الآن إذا هنا الجرافيت الجرافيت اسم يطلق على من احسنتم على حامله قوه الجاذبيه الارضيه وطبعا لحد الان ما اكتشفوا له جسيم اذا هنا عندنا هذه الصوره هذه الصوره بناخذها تفصيل أكثر في الدرس القادم لكن لازم أعطيكم نبذة مختصرة عنه هنا عندنا النموذج المعياري النموذج المعياري يتكون عندك من جسيمات الجسيمات هذه مكتوب فيها يو حرف اليو يعني أب يو يعني أب فوق ودي يعني داون خلاص الدي داون كل نموذج من هذه الصور يكون له ضديد إذا لقيت كلمة يو الحرف اليو معناها انه اب طيب كم قيمته هذا الاب قيمته موجب اثنين على ثلاثة خلاص اذا قيمته اثنين على ثلاثة اذا شفت كلمة داون دي اذا الداون قيمته سالب واحد على ثلاثة بدأنا بما انه بالداون اذا باشارة سالبة خلينا نتخيل محور الصادي يكون موجب وسالب إذا كان أب إذا موجب إذا كان داون معناها سالب طيب كم قيمته إذا كل يو يكون قيمته ثلاثة على اثنين وكل دي قيمته ثلث واحد على ثلاثة طبعا هذا التركيب اللي هو البروتون نجي هنا نبغى نشوف صورة أوضح بالكتاب هنا عندك صورة الأوضح بالكتاب أعطانا هذا لعائلة الكواركات الكواركات فيها طبعا علوي وفيها سفلي وفيها مجموعة من الجسيمات الأخرى نبدأ نحسبها في الحصة القادمة لكن أبغاكم تعرفون الآن أن العائلات الكواركات اللي باللون البنفسجي باللون البرتقالي وباللون الأخضر هي الليبتونات إذا هنا وباللون الأزرق هي حاملات القوة إذا كل حاملات قوة وكل يو يعني اب اذا موجب دي يعني داون بالسالب اذا كانت اب حرف اليو اذا قيمته اثنين على ثلاثه اذا كانت دي معناها قيمته ثلث لان في الدرس الجاي باذن الله تعالى البروتونات والنيترونات نبدا نحسب العمليات الحسابيه كم كل نواه بداخلها من جسيم. وبذلك وصلنا الى نهايه درسنا لهذا اليوم نعطينا ملخص درس اليوم تعرفنا على طرق الكشف عن الجسيمات إما بالطرق الثلاث أحدهم الفيلم الكاشف أو التأين أو تألق الفوتون أيضا أخذنا الأجهزة الكشف عن هذه الجسيمات هي عداد جايجر مسارات التكاثف والكاشف التصادمي طيب مسارات التكاثف قلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي غيمة ويلسون أو حجرة الفقاعة أو حجرات سلك تشبه أنابيب جايجر طيب أخذنا أيضا الجسيمات النووية الجسيمات النووية عندنا كثير منها ضديد المادة جسيم له كتلة نفسها وشحنة معاكسة وأخذنا أنتو نيوترينيو جسيم متعادل غير مرئي يسمى بجسيم الشبح أنتو نيوترينيو ترى يسمى بجسيم الشبح لأنه غير مرئي ينبعث طبعا مع اضمحلال البيتا أخذنا الميون هو عبارة عن جسيم في النواة يعرف على أنه إلكترون ثقيل وأخذنا البيون نوع جديد من المادة لم يكن معروفا في النواة وأخذنا الجسيمات المتعددة هي ذات كتل وفترات حياة مختلفة كذلك أخذنا نموذج الكوارك يصف نيكلونات سواء كان البروتون والنيترون ووصفه بالعائلة الكواركات وقلنا أنه ينقسم إلى عدة عوائل عندنا مهمه ادائيه سؤال 42 صفحه 215 يقول لك ابحث في محددات النموذج المعياري والبدائل المحتمله اذا ابغاكم تبحثون ونحلها باذن الله تعالى في الحصه القادمه وبذلك اعزائي الطلاب وصلنا الى نهايه درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله على امل لقاء بكم غدا في درس جدا رائع باذن الله تعالى